xerecão no chão. Chão, chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي، قبل ما نبلش بهذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 40,000 لايك. بعرف انكم كفو قدها وبنقدر نجيبهم. فصار اصدقائي، بتمنى من كل اسطوره قاعد بشاهد هذا الفيديو انزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي، مسوي لكم مسابقه على 3 فاير باسات وعلى هاي الرقصه الجديده اللي نزلت. هاي الرقصه راح مسابقتها راح تكون بكره ان شاء الله. على كل حال راح احكي بنهايه الفيديو عن هاي المسابقات، اللي حاب يعرف شويه ويشارك فيها يتابع الفيديو للنهايه، وبنهايه الفيديو ان شاء الله راح احكي لكم عنها. شو راح يكون فيديو اليوم يا اصدقائي؟ فيديو اليوم راح يكون ان شاء الله على ارسم حزمة الساموراي لتبدأ في دوران العجلة، أصبح متاح الآن. أدر العجلة وأحصل على حزمة ساموراي الزومبي، واللي هو هذا سكن الشيطان يا أصدقائي. أوه ماي جاد، والله رجعوا نزلوه. أوكي، الفترة من 24 فبراير ليوم 1 مارس، يعني كم؟ يعني 6 أيام؟ لا، شهر فبراير بيكون 28 يوم، يعني فترة الحدث 5 أيام تقريبا يا أصدقائي. على كل حال هذا هو الحدث، رجعوا نزلوه مرة ثانية، نزلوا فيه سكن الشيطان. طبعا كتير كانوا يطلبوا هذا السكن من الشركة وأنه نزلوا لنا سكن الشيطان، وعن جد سكن الشيطان يعتبر من أندر سكنات باللعبة، ومثل ما بتعرفوا شركة جارينا بتحب تنزل الأشياء النادرة، ما بعرف ليش. أوكي، فطيب، هو سكن الشيطان نزلوه مرتين قبل هيك، مرة نزلوه يا أصدقائي برمضان، المرة اللي قبلها نزلوه على السيرفر الأوروبي، والمرة اللي بعدها نزلوه برمضان، نزلوه بحدث نفس الحدث الأول، إنه في جوهرة مميزة هاي بتقوي لك الشنص يعني، وهيك بتشتريها وبعدين بتلف وبتحصل. أوكي، على كل حال الفيديو موجود على القناة حتى بوقتها لما حصلنا عليه. هذا هو سكن الشيطان للي ما بيعرفه يا أصدقائي، مستحيل ما في حدا بيعرفه، يعني سكن الشيطان الكل بيعرفه يا أصدقائي. فاوكي، طبعا انا عندي هذا سكن مثل ما انتم شايفين، ولكن انا ليش راح اجيب سكن؟ لانه كثير طلبتوا مني على الانستغرام، علي سوي لنا فيديو على هذا السكن، علي جيب هذا السكن، كيف نحصل على هذا السكن. فاوكي يا اصدقائي، مثل ما انتم طلبتوا مني راح نسوي فيديو نحرق ابو نحرق ابو الحدث هذا تبع سكن الزومبي، ساموراي زومبي، ونجيب سكن الشيطان ونشوف مع بعض شو هي طريقه الحصول عليه. اول شيء يا اصدقائي خلوني اشرح لكم الحدث هيك بطريقه سريعه. طبعا هو حدث رسم عادي، مثل ما نزلوا سكنات الارنب وسكنات الدب والبس كوتا والاشياء هاي، فلازم انه انت فقط ترسم، راح يطلبوا منك راح يطلبوا منك انه ترسم قناع الشيطان هذا عشان تقدر تحصل على السكن تبعه. اوكي، ولازم ترسمه صح، يعني انا ما بعرف ارسم ابدا. فخلونا نشوف الهدايا اللي موجوده بهذا الحدث يا اصدقائي. اوكي، مجموعه الجوائز مثل ما انتم شايفين، جولد ومشتقات الجولد يا اصدقائي، مظله وبجات اسلحه وشخصيه هياتو، والجائزه الكبرى اللي هي عندنا يا اصدقائي حزمه ساموراي زومبي واللي هو سكن الشيطان. اما باقي الهدايا كلها جولد ومشتقات الجولد وبقجات أسلحة. أوكي، فطيب هاي كانت مجموعة الجوائز. في عنا طبعا لازم ترسم سعر الرسمة الوحدة بأربعين جوهرة، وسعر الخمس رسمات 180 جوهرة. أوكي، هو ب 200 جوهرة ولكن عاملين عليهم تخفيض 180. طبعا مش خمس رسمات، هي رسمة واحدة، ولكن انه انت يعني بتحصل خمس جوائز من هاي الرسمة، والرسمة تبع ال 40 رسمة واحدة بتحصل على جائزة واحدة. في عنا هون نقاط الحظ يا أصدقائي. طبعا نقاط الحظ هدول شو بيسووا؟ يعني هو الحدث رسم انه انت لازم ترسم صح عشان تحصل على سكن، هو هيك المفروض، ولكن الموضوع فيه حظ يا اصدقائي، انه انت كل ما بترسم اكثر كل ما بتزيد نقاط الحظ عندك، وكل ما زادت نقاط الحظ زادت نسبه فوزك بالسكن تبع الشيطان. خلونا نجرب يا اصدقائي هلا ب 40 جوهره ونرسم سكن، نشوف كيف راح نرسمه يا اصدقائي. عشان لسه ما رسمت، والله لسه ما رسمت. اوكي، انا كنت حابب انه انا اكبر الشاشه هيك على اساس انه عشان ارسم براحتي. راحوا ما حسبوها علي رسمه. اوكي، فطيب حصلنا على باكجن بفورتي، خلونا نجرب مره ثانيه ب 40 جوهره يا اصدقائي. لازم نرسم هذا سكن الشيطان اللي موجود فوق، يعني هذا القناع، فخلونا نجرب يا اصدقائي. طبعا بتعرفوا علي عمر ما بيعرف يرسم ابدا، ولكن راح نجرب يعني. اوكي، هاي الدان وهاي تدويره. اوكي، شوفوا كيف تدويره. اوكي، لازم هيك صح. طيب وهذا القرن الثاني تبعه. اوكي، والله هيك اسطوري، والله اكثر من هيك ما بعرف ارسم انا يا اصدقائي. اوكي، اعطونا ذكاء اصطناعي، صندوق غنيم، بكجات اسلحه. والله الشيطان، والله بيشبه الشيطان يا اخي، والله بيشبه المعزه يا اوكي، فطيب خلونا نجرب هلا خمس لفات مع بعض. اوكي، راح نجرب نرسم يا اصدقائي. راح نرسم اول شيء القرون تبعه مثل الاول. اوكي، هاي. اوكي يا اصدقائي، طيب وهذا القرن الثاني،
وهيك شيطان. والله شيطان يا اصدقائي، والله طلع بيشبه البقرة الضاحكة هاي تبع الجبنة. اوكي فطيب شوفوا نقاط الحظ، نقاط الحظ صار عندي 2، فا اوكي لسه بعيدين كتير، والله بعيدين يا اصدقائي. خلونا نجرب مرة تانية كمان تبع ال 180 جوهرة ونشوف. اوكي كيف راح نرسمه هذا الشيطان يا اخي؟ والله ما بعرف، انا ما بعرف، انا الشيء الوحيد اللي بعرف ارسمه بيت. يعني لو ينزلوا حدث انه ارسم منزل وبتحصل على منزل مجانا، فانا اول واحد راح افوز من اول سبن. اوكي هيك شيطان، والله شيطان يا اخي، والله شيطان، بس انتوا غشاشين، والله حدا غشاش، والله يا اخي والله شيطان. شوفوا نفس القرون نفس كل شيء. اوكي فطيب يلا راح نشوف النقاط يا اصدقائي، صاروا 4. يلا نجرب مره ثانيه كمان ب 500 جوهره، كيف راح نرسم هذا؟ اوكي هيك، والله رسمه اسطوريه، والله رسمه اسطوريه يا اصدقائي. والله وحصلنا عليه، والله وحصلنا على عزمة ساموراي الزومبي يا اصدقائي، والله من رابع سبن تقريبا، والله من رابع رسمه، من رابع رسمه قدرنا نحصل على سكن ساموراي الزومبي، سكن الشيطان يا اصدقائي. يا والله مستحيل، والله هو انا علي عمر، تاكدوا قرينا ارجوكم، تاكدوا والله انا علي عمر يا اخي ارجوكم تاكدوا. اوكي شوفوا نقاط الحظ كيف صار لونهم فضي يا اصدقائي، انه انا خلص حصلت على سكن، بس كم صرفنا عليه؟ يعني والله انا بدات التصوير كان عندي 16590 جوهره تقريبا، وهلا عندي 970، يعني صرفنا فقط 600 جوهره يا اصدقائي. يعني اخذنا اوكي سبنين تبع ال 40 جوهره وثلاث سبنات تبع ال 180، يعني 180 360 وكمان 400، يعني والله يا اصدقائي 600 جوهره، بس 600 جوهره وقدرنا نحصل عليها يا اخي، والله شيء اسطوري. كثروا من هاي الاحداث تبع 600 جوهره ارجوكم. اوكي فطيب اصدقائي خلونا نروح نشوف سكن تبع الشيطان ساموراي الزومبي. اوكي في عندنا هاي البكجات، والله البكجات هاي راح يصيروا 2000 باكج، ايمتى راح اسوي لكم عليهم فيديو يا اصدقائي؟ المشكله اغلب السكنات عندي اياها دائما، يعني شوفوا كلها راح نحصل بدالها على سكنر، فشو رايكم يا اصدقائي نسوي فيديو عليهم ونشوف كم سكنر راح نقدر نحصل من هاي البكجات. اوه ماي جاد، والله شوفوا يعني نفسي اشوف سكن ما عندي اياه، بس كلها عندي اياها دائما. اوكي شوفوا كله دائم يا اصدقائي، مثل ما انتم شايفين ام بي 40 سكار الام 4 كله دائم. اوكي هون هذول عندنا مش دائمات، اوكي سكار والام عندنا مش دائمات، فخلونا نفتح يا اصدقائي هذول البكجات ونشوف. اوكي ما في شيء دائم، اوكي والله اعطونا الام يا اصدقائي، والله اعطونا سكن الام دائم. اوكي من اول 10 بكجات، فطيب نايس، خلونا نفتح، بلكي بنجيب سكار يا اصدقائي نكمل، بما انه الحظ خرافي اليوم خلونا نفتح كل شيء يا اصدقائي. اوكي نحاول نجيب سكار، هاي 10 بكجات، اوكي كله 24 ساعة، اوكي كمان 24 ساعة. فطيب خلونا نجرب، باقي عندنا بس 20 باكج، نفتح على 20 باكج ونروح لسكن ساموراي الزومبي اصدقائي سكن الشيطان. اوكي ما اعطونا اياه دائم، فطيب نرجع مرة ثانية اصدقائي لعند البكجات. اوكي يا اخي كل مرة بدي ارجع هيك. اوكي طيب مش دائم، كمان مش دائم يا اصدقائي، ما ضل عندنا غير باكج واحد، فخلونا نفتح الباكج ونشوف، يمكن باخر باكج بيعطونا اياه 24 ساعه، اخي قطعوا بشكل 24 ساعه. اوكي فطيب اصدقائي خلونا نشوف هلا سكنات، والله شوفوا شو، تخيل انت تدخل هيك عند سكنات وتشوف هذا السكن عندك هيك دائم يا اخي، والله شيء اسطوري. اوكي طبعا انا ما راح افتح هذا السكن لانه عندي اياه يا اصدقائي، فراح يعطوني بداله بس بطاقات حمر، راح اخليه بس هيك للزينه بالحساب. اوكي خلونا نشوف، هذا هو سكن الشيطان، وهيك السكن كامل يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين. عن جد سكن الشيطان هو من افضل السكنات واندر السكنات اللي نزلت بلعبه فري فاير، ولكن للاسف هاي احلى ورده الاحلى اصدقاء، يعني شركه جارينا ما اعطت فرصه لهذا السكن انه يكون نادر كتير، يعني صار تقريبا ثالث او رابع مره بينزلوه، كمان بالسيرفرات الثانيه نزلوه كتير قبل هيك. سكن رهيب يا اصدقائي، ولكن المشكله انه جسم السكن كتير ضخم، فالقناع عن جد رهيب، القناع تبع السكن هو احلى شيء بالسكن طبعا، القناع تبع الشيطان، ولكن الجسم كتير ضخم صراحه. راح نجرب مع الكوماندو، مع الكوماندو عن جد اسطوري، يعني انا زمان كنت البس هذا السكن هيك مع اللص، يعني سكن اللص، ليش بحكي كوماندو انا. اوكي خلونا نجرب الحذاء الاحمر اللي كنت دائما البسه مع القناع الاحمر هيك، والله راح يطلع شيء، والله شيء اسطوري يا اصدقائي، يا اخي والله مفروض يخلوني انا اصمم السكنات. طيب فهيك صار اسطوري، يعني شوفوا القناع مع السكن هذا او مع اي سكن ثاني يا اصدقائي عن جد بيطلع اسطوري، ولكن لا تلبسوا السكن كامل لانه عن جد السكن كامل ابدا مش اسطوري. فطيب اصدقائي هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى هذا الفيديو، هذا كان حدث ارسم ساموراي الزومبي، بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين،
تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي بالنسبه للمسابقات اللي حكيت عليها بدايه الفيديو، في عندنا مسابقتين على حسابي على الانستغرام. الشروط المسابقتين نفس الشيء، تشترك بالقناه على اليوتيوب، تفعل جرس التنبيهات، وثاني شرط تتابعني تسوي لي فولو على الانستغرام. هم اصلا كل المسابقات بتكون على حسابي على الانستغرام، ورابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس. فعندنا المسابقه تبع هاي الرقصه يا اصدقائي اللي نزلت بعرض الشحن، راح تكون بكره ان شاء الله. طبعا بكره راح تكون هاي المسابقه بروم. قبل ما اعمل هذا الروم بخمس ساعات بست ساعات بعطيكم موعد، بالموعد اللي انا محدده بفتح الروم، بنزل ستوري فيو الاي دي وكلمه السر تبع هذا الروم. طبعا لازم تكون سريع ومن اول اللي يشوف الاي دي وكلمه السر عشان تقدر تاخذهم وتشارك. بعد ما يمتلى الروم راح نقول جو. اللعب راح يكون على المراكز الاولى، المركز الاول والثاني والثالث هم اللي بيكونوا الفائزين، ولكل اسطوره فيهم راح اجيب له هاي الرقصه باذن الله. وبالنسبه للمسابقه اللي عطلت فاير باسات راح تكون على الفاير باس القادم، باليوم اللي راح ينزل فيه الفاير باس كمان راح اعمل روم يا اصدقائي، وكمان نفس الشيء انزل ستوري فيو الاي دي وكلمه السر تبع هذا الروم، ونفس الشيء اخر ثلاثة بيضلوا عايشين هم اللي بيكونوا الفائزين، ولكل اسطورة فيهم كمان راح اجيب له الفاير باس القادم باذن الله. فهذول هم كانوا المسابقات اصدقائي، اذا كنتوا حابين تشاركوا فيهم فمرة ثانية رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف الديسكريبشن بوكس. وصو يا اصدقائي لايك، بنكون وصلنا نهاية الفيديو. كان معكم علي عمر، واشوفكم ان شاء الله على خير.